ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم المتميزة دائما. رسميا تركي آل شيخ يعني انسحاب من الاستثمارات في مصر نهائيا. يا ترى ايه السبب؟ محدش عارف ايه اللي بيحصل، بس هنشوف، هنتابع مع بعض مرتضى قال ايه، وهنشوف كل الاخبار ومدحت شلبي قال ايه، وهنشوف ايه اللي حصل. اللي حصل ان تركي آل شيخ يعني انسحابه رسميا من مصر نهائيا. يا ترى بيراميدز هيعمل ايه؟ هنا يوم الثلاث 25 سبتمبر اعلن الاعلامي مدحت شلبي نقلا عن تركي آل شيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية انسحابه نهائيا من الاستثمارات في مصر. واعلن الشيخ عن توفير عقود احترافية للاعبي الفريق بيراميدز، كما تأهل بالحفاظ على اوضاع العاملين بالقناة والالتزام بكافة حقوقهم. الراجل ده كان بيستثمر في مصر وفجأة باي باي. تركي آل شيخ يقرر انسحاب من مصر وبيع منزله في الفور سيزون لمستثمر اماراتي. يوم الاثنين اليوم السابع بيقول ان المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة، يعني المستشار بتاعه قال ايه؟ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم قرر انسحاب من مصر وبيع عقود اللاعبين المهمين في نادي بيراميدز للدوري السعودي. يا ترى فعلا هيعمل كده ولا خلاص هيسرح اللعيبة؟ وعلم اليوم السابع انه سيبيع منزله في الفور سيزون لمستثمر اماراتي. وكان المستشار تركي آل شيخ قال بشكل مفاجئ انه يفكر بانسحاب من الاستثمارات الرياضية في مصر، واضاف افكر جديا بالانسحاب من الاستثمار في الرياضة في مصر بسبب هجوم غريب من كل جهة، كل يوم حكاية عامل له صداع، فانا عاوز اريح دماغي واطنش. مرتضى منصور قال ايه؟ يوم الثلاثة 25 سبتمبر مرتضى منصور قال تركي آل شيخ يمنح لاعبي بيراميدز هدية للزمالك. طبعا مرتضى منصور تعرفين كلامه بقى، راجل واثق من كلامه. مدحت شلبي قال ايه؟ تركي آل شيخ قرر سحب استثماراته رسميا من مصر. واكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ان تركي آل شيخ اخبرني بنيته بيع النادي ومحل سكني في مصر ومغادرة البلاد. واوضح مرتضى في تصريحات تلفزيونية ان تركي آل شيخ قال له انه سيبيع بعض نجوم بيراميدز وسيمنح باقي اللاعبين هدية للزمالك. اكد برضو مرتضى منصور ان تركي آل شيخ اخبره بالنية دي، هيبيع كل الكلام ده ويمنح الباقي. اهو وضح مرتضى اللي هو بعد ما يمشي ويغادر البلاد اوضحها في تصريحات تلفزيونية اللي هو هيبيع فعلا لاعبين هدية للزمالك. وختم اخبرته بان هديتنا انك تكمل مشروعك في مصر، وانا حزين جدا للغاية وقراره نهائي. ومستثمرون اماراتيون قاموا بشراء مسكنه بالفعل، وكان تركي آل شيخ قد قرر سحب استثماراته في مصر بعد الهجوم عليه من قبل الجماهير. لاول مره مرتضى منصور يفاجئ الملايين ويكشف عن خبر عاجل بشان تركي آل شيخ اللي احنا قلنا عليه من شويه. اهو كشف مجلس اداره نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور عن بعض المفاجات المدويه بشان قرار تركي آل شيخ رئيس الهيئه العامه للرياضه السعوديه ومالك نادي بيراميدز برحيله عن مصر وانهاء كافه استثماراته الرياضيه في مصر بما فيها قناة بيراميدز برضو، وكذلك نادي بيراميدز الذي ينافس في الدوري المصري. وأوضح مرتضى منصور في تصريحاته بأن تركي آل شيخ قد أخبره بالفعل بنيته في بيع النادي نادي بيراميدز وبيع منزله في القاهرة والرحيل عن مصر بصورة نهائية وإنهاء كافة الاستثمارات التي يملكها في الرياضة المصرية بسبب حزن شديد من هجوم الجماهير عليه في الفترة الأخيرة. كل الكلام ده كلام صحيح، وفعلا بدأ يبيع وبدأ رسميا تركي آل شيخ ينهي استثماراته فين؟ في مصر. بس انا من وجهة نظري ما ينفعش اللي بيحصل ده، مش اي واحد يجي يعمل نادي ويظبط الدنيا ويعمل قناة ويشتري لعيبة وفجأة مزاجه يهف وكده على اقول لك انا ماشي من البلد. المفروض يبقى في قوانين الموضوع ده ويكون في حاجة رادعة على الموضوع ده. والله تابعونا في القناة وانشر انت تعليقك ورأيك في التعليق، وشوف فعلا هل يعني اي حد يجي يعمل استثمار في مصر في الرياضة ويتسحب بالطريقة دي. هنشوف اللي بيحصل ايه في الايام اللي جايه، وهنشوف هل ممكن يرجع عن قراره ام ده خلاص انسحاب نهائي. ده اخر حاجه وصلنا لها، ولا انسحاب الاستثمارات في مصر نهائيا. ورايك في التعليق، ونشوف فيديو حياة عم الفائده، واشترك في القناه حتصلك كل جديد. في امان الله. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.